النهارده الخميس ميعاد فتح التليفونات للناس اللي طالبه المداخلات، اتفقنا ان احنا كل خميس هنخليه يوم مفتوح ان شاء الله باذن الله. خلينا نطير سريعا ونبدا معاكم من النادي الاهلي، وعندنا سبق من العيار الثقيل، عندنا سبق من العيار الثقيل، عندنا موعد عوده فايلر للقاهره. ننفرد بموعد عوده فايلر الى القاهره، علشان بس الناس اللي اتكلمت كتير وقالت لك مش هيرجع ومش عارف ايه، ولما مضى مع كاردرون العبيط لهبل قال لك مش عارفين يمضوا ومش عارفين يعملوا، النهارده بننفرد معاكم بموعد عوده فايلر الى القاهره. وكمان مش عايز اقول لكم ان احنا حتى معانا رقم الطياره والتذكره، ولكن خلينا نطير الى الاستاذ احمد السيد، وعندنا سبقين مهمين جدا، عوده فايلر الى القاهره، وكمان الصفقتين اللي فايلر اتكلم فيهم مع الكابتن محمود الخطيب وهو في سويسرا وقال لازم يخلصوا بسرعه. يا ترى ايه هما؟ يا ترى ايه هما؟ وامتى فايلر هيقود اول تمرين للنادي الاهلي؟ خلي بالك من اللي انا بقوله ده كويس، خلي بالك من اللي انا بقوله ده كويس، على كان تبقى ايه؟ تبقى معايا ومركز، تبقى معايا ومركز. عندنا اول حاجه ننفرد معاك بموعد عوده فايلر الى القاهره، وايه الصفقتين اللي فايلر كلم فيهم الناس في النادي الاهلي والاداره وقال لهم لازم يخلصوا بسرعه وهو موجود في سويسرا؟ طبعا بالاضافه الى انه بلغ الاداره سعادته ببدء التفاوض مع طاهر محمد طاهر ومحاوله الحصول على خدماته، وعندنا كلام مهم كمان في هذا الاطار. فخليك يعني الاستاذ احمد السيد سيكون معنا واخبار النادي الاهلي بعد دقيقه واحده. يعني دقيقه واحده واحمد السيد هينضم لينا، علشان بس ايه يبدو ان هو عنده مشكله في الـ في الـ تعال محمد كلمه لنا على التليفون العادي. طيب نكلم احمد السيد على التليفون العادي لانه يبدو انه عنده مشكله في الانترنت. خلي بالك من التلات اسئله دول النهارده هننفرد بيهم، موعد عوده فايلر الى القاهره، وامتى هيقود اول تمرين مع النادي الاهلي. الحاجة التانية ايه الصفقتين اللي اتنين لعيبة اللي قال فايلر من سويسرا لازم يخلصوا بسرعة، ورد فعله على التفاوض بتاع طاهر محمد طاهر. الولد الشقي جابهم اللئيم، يا ولد يا شقي يا شقي، ماشي يا شقي ماشي يا شقي ماشي، اوكي احييك كلامك صح. خلينا نروح نشوف كده في النادي الاهلي ونشوف ونشوف ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي. طبعا استاذ احمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، برحب بيك وبرحب بكل متابعينك في كل مكان. يعني خلينا نبدا معاك مباشره، وعندنا سبق من العيار الثقيل، يا ترى موعد عوده فايلر للقاهره بالتحديد امتى؟ يعني خلينا نؤكد الكلام اللي احنا قلناه منذ ايام، وانفرادنا بعوده مستر فايلر على عكس ما بعض وسائل الاعلام للاسف رددت. يمكن صوت واضح يا استاذ عبد الناصر؟ واضح جدا. فيمكن يعني زي ما قلنا وانفرادنا منذ ايام، في تواصل حصل ما بين يعني كابتن محمود الخطيب ومستر فايلر خلال الساعات الماضيه، ومستر فايلر اكد على عودته لقياده تدريبات الاهلي بنفسه خلال الايام القادمه، وهو بالفعل كمان ابتدى مواعيد حجز الطيران. يعني يمكن في بعض المفاضلات في اكثر من يوم لعودته من سويسرا، الخطوط السويسريه يعني يمكن في اكثر من ثلاثه مواعيد متاحه وفي مفاضله ما بينهم، وزي ما حضرتك تعلم يمكن الطيران في اوروبا هيرجع بكامل طاقته بدايه من 1/7، وبالتالي يعني في مواعيد من يوم 1/7 متاحه بالنسبه له، ولكن هو بيحاول قبلها بيومين او بثلاثه في بعض الامور بيتم تظبيطها علشان يقدر يكون كمان موجود قبلها. فاحنا بنتكلم على قبل نهايه الاسبوع القادم بالكثير، ويعني قبل بدايه الشهر او حتى مع اول يوم او يومين في الشهر شهر 7 مستر فايلر هيكون متواجد. هو قدامه اكثر من ثلاثه مواعيد طيران زي ما انا بقول، احدهما 1/7، ويمكن هو بيحاول كمان قبلها بيومين او بثلاثه يعني يكون في احدى شركات الطيران هتوفر طياره للتواجد الى القاهره ولكن عبر ترانزيت، فالامور هتكون واضحه. ولكن
تأكيدا لكلامنا منذ أيام، هو يعني مع نهاية الأسبوع القادم بإذن الله وقبل بداية الشهر الجديد أو بدايته بالكثير بيوم أو باثنين هيكون مستر فايلر موجود في القاهرة ويقود تدريبات لاعب بنفسه. هو دلوقتي بيتابع مع الجهاز الفني التدريبات اليومية للعيبة على مجموعتين، في تواصل كمان مع كل أعضاء الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن خلال أيام هيكون موجود مع نهاية الأسبوع الجاري ويمكن قبل ذلك كمان. طيب خلينا بس عشان الناس تبقى معانا مركزة، نمرة واحد إن في طيارة بتتجمع، طيارة خاصة غالبا هتبقى يوم 30/6، ولكن هذه الطيارة ترانزيت وليست سويسرا القاهرة مباشرة. في كلام ويمكن تكون مرهقة شوية كمان، في كلام إنه ممكن يكون على هذه الطيارة ويقود التدريبات 1/7، أو يكون على متن طيران السويسري أو مصر للطيران أحد أيام 1 أو 2 أو 3/7، وبكده يقود مران للأهلي يوم 4/7. يبقى بننفرد معاكم بالاحتمالين، في طيارة هتخرج من سويسرا أو تقلع من سويسرا يوم 30 احتمال كبير يتواجد على متنها مستر فايلر وأسرته ويقود مران الأهلي في الجزيرة الجماعي يوم 1/7، ودي احتمالها لا يقل عن 60% ولا يزيد عن 70% لأنها فيها ترانزيت، ويتوقف على احتمالية الرجل. أما خطوط الطيران يعني هيبقى فيها ترانزيت من ترانزيت بريطانيا، كلامك مظبوط بالظبط كده، ترانزيت بريطانيا. أما الطيران الدايركت فهيبدأ من 1/7، وفي 3 رحلات ورا بعض، 1 و2 و3، فمن المفترض ان يكون على احد هذه الرحلات ويقود المران 4/7، بس عشان نبقى واضحين والامور، وده على اقصى يعني ده على اقصى تحديد، يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول كده ممكن 29 يكون موجود، ولو الامور اتظبطت في طياره 29 دي وزي ما حضرتك بتقول كده الامور يعني وصلت بشكل وباجراء يتناسب مع مستر فايلر، ممكن 29 ده كمان يبقى قبلها بيوم ونلاقيه موجود كمان قبل بدايه 1/7 وفقا لظروف الطيران الخاص ده. انا ما بتكلمش على الطيران الدائم اللي زي ما حضرتك قلت الميعاد 1 و2 و3. طيب كده تمام، الله ينور عليك. بس كان في كلام انه ممكن يجي عن طريق بريطانيا، وفي كلام ممكن يجي عن طريق المانيا، كل الامور ما هو ده وفقا للترانزيت اللي هيتم زي ما حضرتك بتقول. يمكن هو حتى لما سافر من مصر هو راجل عانى شويه في طريقه السفر، لانه سافر الى الغردقه ومن الجونه للغردقه وبعد كده طيران وبعد كده من المانيا وبعد كده خد طريق بري لسويسرا، فالموضوع كان مرهق شويه. هو خايف وهو راجع يسلك نفس المسلك والدنيا تبقى مرهقه شويه، لكن 1/7 الطيران هيبقى مناسب جدا وفي طيران دايركت والامور هتكون واضحه. لكن هو بيحاول بصراحة راجل جاهدا انه يرجع كمان قبل 1/7 زي ما احنا قلنا، فاحنا بنتكلم يعني على نهاية الاسبوع القادم بإذن الله الراجل هيكون موجود لقيادة تدريب النادي الاهلي. انا شخصيا اكد لي اكتر من حد في النادي الاهلي انه سيقود تدريبات 1/7، يعني ممكن يوصل 30/6، ولكن الاكيد واللي اكدوه لي اكتر من عضو مجلس ادارة واكتر من مسؤول في الاهلي انه ابلغ جهاز والمعاون انه سيقود تدريبات 1/7 بنسبة 90%. ده كل الكواليس والحدوتة اللي حوالين مستر فايلر، ولو قاد تمرين 1/7 يبقى معنى كده هيجي عن طريق 30/6 يوم 30/6 سويسرا انجلترا القاهرة، عشان بس تبقى الامور كده بس جمعنا لكم الموضوع. الخلاصة من التجميعة دي ايه؟ ان اي حد متخلف قاعد يقولك مش هيجي، او اي حد بقى في حمار مش فاهم وقاعد يقولك انتوا احنا ماضينا انتوا مش عارفين تمضوا، قوله امك في العش ولا قارت، بس اكل خطرية يعني بمنتهى الادب والاحترام. طيب خليني اسألك سؤال تاني قبل ما اروح لسؤال مهم. عرفت من النادي الاهلي ان فايلر بالفعل يقود التليفونات عبر الفيديو كونفرنس وعبر الهاتف مع جهازه الفني؟ دي حقيقة بالفعل، ويمكن في احد التطبيقات المعروفة يعني سواء زوم او مايكروسوفت تيمز، في احد البرامج يعني على الموبايلات دي متاحة
بيبقى في تواصل مستمر مع الجهاز الفني، ويمكن عمل اكتر من مره اثناء المران، وهو بالمناسبه الجهاز الفني الموجود هو بينفذ البرنامج اللي مستر فايلر اعلن عنه للجهاز بالكامل، وفي متابعه شبه يوميه لما كانت لم تكن كمان على مدار اليوم بشكل مستمر لمتابعه مران اللاعبين، حتى لما تم الاتفاق على موعد المران تم الاتفاق 8:30 و10:30 على مجموعتين، مستر فايلر هو اللي خلى يكون في الميعادين ورا بعض، ما يكونش في بعد ما بينهم علشان اللعيبه يبقى نفس التوقيتات تقريبا بيتدربوا، وتاني يوم يتعكس اللي جه 8:30 يبقى 10:30 و10:30 يبقى 8:30، يبقى اللعيبه يعني في نفس التوقيتات تقريبا بتتمرن، وبالتالي هو في تواصل مستمر مستر فايلر ومتابعه بشكل يومي حتى مع حاله المصابين. النهارده دكتور خالد محمود كان في متابعه معاه مع حاله المصابين وحمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم ندفت، كل المجموعه فراجل بشكل يومي بيتابع اللعيبه بشكل مستمر. برضه مهم اوضح للناس توماس تينك المخطط الاحمال، لان للاسف برضه البعض يعني قال ان هو مش موجود في المران، وللاسف بعض المواقع قالت لك اصله مصاب بفيروس كورونا عشان كده ما عملش المدحه. لا، الراجل برضه موجود في سويسرا، مدرب الاحمال موجود في سويسرا، ومن المفترض عودته مع مستر فايلر برضه ولا صحه تماما لاصابته بفيروس كورونا او ما قيل بهذا الشان. طيب تمام، نروح بقى نقول الصفقتين اللي أكد عليهم طوال فترة تواصله هاتفيا مع جهازه المعاون ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي دايما بيسأل عليهم. ممكن يعني نبدأ نقول إن دائم السؤال عن قصة انتهاء عملته إيه مع سيرينيو، ودائم السؤال عملته إيه في موضوع رمضان صبحي. التفاصيل يا أحمد. صح، بالفعل يمكن هو مستر فايلر حتى من قبل سفره وحتى اثناء تواجده في سويسرا هو بياكد دوما على يعني الصفقتين دول، ويمكن احنا قلنا مرارا وتكرارا بالنسبه له رمضان صبحي صفقه مهمه جدا جدا جدا، وهو يؤكد على ضروره الابقاء عليه سواء بقى اعاره سواء بيع نهائي، لكن هو في النهايه الاهم بالنسبه له هو الابقاء على رمضان صبحي، فهو بيحدث دائما الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره على ضروره الابقاء على رمضان صبحي. ويمكن برضو خليني اقول لحضرتك يعني الاهلي بيسلك في هذا المسلك يعني كل الامور، ويمكن الكابتن محمود الخطيب بصفه شخصيه اتكلم مع نادر شوقي وكيل اعماله يعني علشان وكيل اعمال اللاعب علشان يكون في على طول تواصل مع هيدرسفيلد الانجليزي. ومن معلوماتنا كمان ان هيدرسفيلد الانجليزي يعني رمضان صبحي خارج حسابات هيدرسفيلد الانجليزي في الموسم القادم، وبالتالي يعني رؤيه هيدرسفيلد هو التجديد الاعاره للاعب خارج النادي او ربما بيعه بشكل نهائي، لكن هم مش عايزين يستعجلوا في اتخاذ القرار لحد ما يكون رؤيه واضحه ليهم في كل الدوريات، لو في عروض رسميه تكون جت ويشوفوا اعلى سعر. ورمضان صبحي نفسه وهو كلامه مع الكابتن محمود الخطيب هو رغبته التواجد داخل القلعه الحمراء، الا اذا في عرض يعني جه من نادي اوروبي كبير يليق باللاعب ويليق بخوض تجربه الاحتراف من جديد، ساعتها تكون دي ليه اولويه، ان لم يكن هو هيضغط من ناحيته على التجديد والابقاء داخل النادي الاهلي، تجديد الاعاره او البيع النهائي. وده اللي اكده لي الكابتن اكرامي الكبير لما كنت بكلمه بطمن على صحه رمضان صبحي، قال لي اولويه رمضان للاهلي الا اذا جاله نادي انجليزي كبير، وده اللي اكد عليه نادر شوقي وكيل رمضان صبحي، قال انه مستمر في اعارته مع النادي الاهلي وعقده تم تمديده طبقا لقرار الفيزا، تمديد العقود كلها وهو باقي مع النادي الاهلي، موضوع انهائه من عدمه بيتوقف على ما سيترتب عليه الفتره اللي جايه اذا كان هيجي له عقد من نادي انجليزي آخر أو من نادي في أوروبا أيا كان المكان أو لا، أو اللي هيوصل له النادي الأهلي مع فريقه. ده بالنسبة لرمضان صبحي اللي مستر فاينر كان دائم السؤال عليه، عملته إيه في رمضان صبحي، عملته إيه في رمضان صبحي، عملته إيه في رمضان صبحي. أما بالنسبة لسيرينيو فواقف الموضوع حول طلب فريقه 2.5 مليون دولار. الأهلي هيعمل إيه في الموضوع ده؟ اللي وصل لنا إن الرقم وصل حتى الآن إلى 2.5 مليون دولار، ولكن الأهلي لم يبدي موافقة نهائية على هذا الرقم، وما زالت المفاوضات تسير، وانتوا عارفين أمد المفاوضات إن الأهلي عايز ياخد أحسن رقم والفريق اللي بيبيع عايز ياخد أعلى رقم وهكذا، ولكن حتى الآن اللي مطلوب في سيرينيو 2.5 مليون دولار. خليني بس الصديق لينا الأكاونت بتاع الولد الشقي، وأنا بثق في الأكاونت ده جدا، بس يا ريت يكتب لنا اسمه لو تكرمته، بيقول لي خبر عاجل على مسؤوليته طبعا، بيقول لي مستر فايلر اتصل بالكابتن محمود الخطيب وحدد معاه موعد
يصير وصول 30/6 في طيارة 9 مساء القادمة من بريطانيا. يبقى كده زي ما احنا بنقول، يبقى لو هيجي 30/6 وزي ما بيأكد صديقنا المحترم أكاونت الولد الشقي الكلام اللي احنا بنقوله، يبقى سويسرا انجلترا القاهرة. وده بيقول على مسؤوليته طبعا انه تأكد بالفعل اتصال فايلر بالاهلي والكابتن محمود الخطيب وابلغهم ان الطيارة هتوصل 9 مساء القاهرة وسيقود المران 1/7 زي ما احنا توقعنا بشكل كبير جدا. طيب كان اتكلم مستر فايلر مع الجهاز المعاون والكابتن سيد عبد الحفيظ في موضوع طاهر محمد طاهر لما عرف من معاونيه ان الاهلي فتح باب المفاوضات رسميا وعلى وشك انهاء التعاقد. يعني يمكن فعلا مستر فايلر كان متواصل بشكل مستمر مع الجهاز الفني، من ضمن النقاط الرئيسيه هو طاهر محمد طاهر، لان زي ما احنا قلنا قبل كده من اكتر من شهر ان طاهر محمد طاهر من ضمن اللعيبه اللي معجب بيه مستر فايلر، لعيب صغير في السن يقدر يلعب جناح، يقدر يلعب راس حربه، يقدر يستخدمه بشكل مميز في الخطط بتاعته لانه لعيب سريع يزيد التحرك واللعب بدون كوره، وبالتالي هو كمان يعني كان بيسال بشكل مستمر عن هذه الصفقه. وخلينا نقول لحضرتك برضو يعني طاهر محمد طاهر يؤكد لاداره المقاولون العرب رغبته القويه والملحه في التواجد داخل النادي الاهلي، بل برضه كمان التنازل عن بعض مستحقاته من اجل التواجد داخل القلعه الحمراء. يمكن المقاولين العرب اعلن زي ما كل الناس اعلنت عن المبلغ وعن 2 لعيبه معارين عن نسبه اعاده بيع، ولكن من المعلومات يعني في تقارب في وجهات النظر في يعني المقابل المادي، ابتدى يكون في يعني تفاهم شويه ما بين اداره الاهلي واداره المقاولون العرب. برضه الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق يعني عامل مجهود محترم في هذه الصفقه، وربما بشكل رسمي خلال الساعات القادمه يتم انهاء هذا الملف والاعلان عن طاهر محمد طاهر لاعبا رسميا في النادي الاهلي الموسم القادم. في تقارب كبير في الصفقه، يعني الناس بتتكلم عن 25 مليون، احنا مش عايزين نتكلم في ارقام، لكن في النهايه الامور بتقرب وفقا للتفاوض المادي ما بين الطرفين. طيب ده بالنسبة لموضوع مستر فايلر وموعد وصوله والصفقتين اللي كان دائما اطمئنان عليهم وهو في سويسرا والسؤال عنهم ورأيه في موضوع بدء المفاوضات مع طاهر محمد طاهر. نروح لباقي أخبارنا النهاردة في النادي الأهلي يا أستاذ أحمد، اتفضل. يمكن كالمران منذ ساعات حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يعني كان حضوره يعني مفاجئ للجميع، وحضر المران يمكن بالكامل وتواجد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأكد له على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية. يمكن فريق من التعقيم كان شغال بشكل مستمر قبل المران وبعد المران عشان المجموعة الثانية اللي هتتمرن، حتى التعقيم كان للأدوات اللي بيستخدمها اللاعبين، الأوزان، الأدوات، التدريب، الإقماع، كل الامور كانت الامور التعقيميه بتسير بشكل يعني ما هو يعني ما اكدت عليه اللجنه الطبيه بقياده الدكتور محمد شوقي في النادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب في اثناء تواجده ايضا اكد لي ضروره التركيز مع الجهاز الفني مع اللاعبين، رفع الاحمال البدنيه تدريجيا ويعني التركيز لعوده الدوري العام خلال الفتره القادمه. يمكن المصابين بيستمروا في برنامجهم التاهيلي، ويمكن الدكتور خالد محمود قال ان حمدي فتحي حالته مستقره تماما وخلال ايام هيكون موجود في التدريبات. بشكل كبير ايضا سعد سمير على يعني نهايه هذا الشهر او شهر 7 قصدي هيكون موجود في التدريبات، ولكن النادي الاهلي مش عايز يستعجل خصوصا ان الفتره الماضيه كان فيها توقف بشكل كبير. مهما كان اللعيبه بتأدي احمال تدريبيه في المنازل، لكن مهما كان مختلف عن الاحمال التدريبيه في الملعب، وبالتالي ما فيش استعجال بعوده المصابين، لكن حمدي فتحي خلال ايام يقدر ينزل التدريبات الجماعيه، ما فيش اي مشكله. طيب خلينا نقول برضي عندنا خبر مهم جدا، عايزين نقول ان فيما يخص موضوع نادي القرن، عايز اقول لكم وانا انفردت معاكم بده، عايز اقول لكم ان الاهلي يرد بقوه على نشر كلمه نادي القرن الحقيقي في احد القنوات التلفزيونيه على لسان احد المسؤولين في احد الانديه بدعوى قضائية عاجلة، وأن الأهلي يطلب تعويض مالي كبير عن طريق المحكمة الاقتصادية، وأن الأهلي أعد ملف كبير جدا اتهم فيه أحد هذا النادي بالتحديد ورئيسه بأنه سرق هذا الاسم، وأن الأهلي محصن نفسه بأن التحايل على الاسم
أو إضافة كلمة قبله أو إضافة كلمة بعده تعرض من يفعل ذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون ودفع تعويضات مالية كبيرة للنادي الأهلي. أقول تاني إن الأهلي تحرك قضائيا لدى المحكمة الاقتصادية ولدى التحكيم الدولي وعد ملف جامد جدا بيرد فيه على كلمة نادي القرن الحقيقي التي يدعي البعض أنها تختلف عن كلمة نادي القرن، وإن النادي الأهلي بيؤكد أن موقفه قوي جدا لأنه محصن هذا اللقب بشكل كبير جدا ألا يضاف لا قبله ولا بعده أي كلمات أو أي شيء، وأنه هو عارف يحمي حقوقه إزاي، وأنه سيطلب تعويضات مالية ربما تعرض من فعل ذلك للإفلاس. يعني ممكن تلاقي الأهلي كده إيه بيروح ياخد الكراسي والطرابيزات ويحمل الكور ويحمل، يعني ممكن ياخد مثلا حمام السباحة في كيس بلاستيك مثلا، ما هو ما فيش فلوس أصلا. أنا بقول لك وبحذر، أنا بقول لك وبحذر، التعويضات المالية هتنفخ أي حد والأيام بيننا. ولو عندك تفاصيل اتفضل يا أستاذ أحمد. يعني تأكيدا برضه أنا كان منذ أيام كان ليا تواصل مع أحد أعضاء اللجنة القانونية في النادي الأهلي، واللي أكد بالفعل يمكن زي ما الأهلي كده عامل تسجيل للشعار بتاعه والنسر بتاعه ولقب الأكثر تتويجا، كل دي حقوق ملكية فكرية، النادي الأهلي مسجلها في قانون حقوق الملكية الفكرية ولا يجوز التعدي عليها. نفس القصة، نادي القرن هو لقب مسجل من قبل النادي الأهلي وبالتالي لا يجوز أحد اختلاسه أو المحايلة والتحايل عليه. فالنادي الأهلي أكيد يعني بيحمي حقوقه وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ويمكن احنا اتكلمنا وقلنا الأهلي وبالفعل خلال الساعات الماضية كان في أكثر من دعوة قضائية ليه يعني حفاظ على حقوق النادي الأهلي في هذا الملف، وبالتالي برضو توضيحا القانون واضح، والقانون مش معنى قلنا نادي القرن اتحط لها كلمة حقيقي، لا هو الجرم بيحسب وفقا للحالة اللي تضرر منها النادي، فلو كان اللقب فيه تضرر فأكيد الأمور واضحة. طيب حد بيسألني سؤال ذكي جدا، سؤال ذكي مش معقول الذكاء ده، ايه الذكاء ده؟ سؤال ابن أبلسة ذكي، قال لي طب في الحالة دي الأستاذ صالح أنتر ايه الذكاء ده؟ قال لك طب الأهلي هياخد كل هذه التعويضات وهياخد اليافطة، معلومات ليكم سيضطر الأهلي انه ياخد اليافطة وللأسف الشديد هيحطها في المدخل الخلفي لدورات المياه اللي بيدخل عليها الأعضاء. للأسف للأسف، وأنا حزين إن أنا أقول الكلام ده، إن هذه اليافطة التي ليست ذات قيمة ممكن تكون في التعويضات مع الكراسي والطرابيزات والمكاتب، وفي الحالة دي الأهلي هيحطها قدام أي طرق دورات مياه. للأسف للأسف الشديد، وأنا ده يحزنني، يعني اليافطة دي مصروف عليها ويعني ما ينفعش، لكن أمر الله يعني اليافطة هتتاخد هتتاخد، ولكن مكانها الطبيعي في ممر دورات المية، يعني ده المكان الطبيعي اللي أنا عرفته من أحد المسؤولين، مش عايز أقول مصادر مين، ولكن نفخ بفتح النون وفتح الفاء وفتح الخاء، نفخ في التعويضات المالية ولن يكون هناك رحمة. وعايز أقول لكم، لا عايز أقول انفراد ولا سبق، يا جماعة الخير، الأهلي عندما حصل على هذا اللقب في 2001 أضافوا إلى العلامة التجارية الخاصة به وأصبح سلوجان النادي الأهلي اسمه الأهلي نادي القرن، والأهلي كان يحمي حقوقه عمل الآتي لدى المسؤولين في الملكية الفكرية ولدى المسؤولين في كل مكان في الدولة وطبقا للقانون، إن كلمة نادي القرن إن أضيف إليها قبلها أو بعدها لا يجوز، ومن يصنع ذلك يتعرض للنفخ القانوني، ما فيك مسألة قانونية، في نفخة على طول هتنزل تحت المنفاخ، اديله نفخة على طول، واخد بالك انت؟ نفخة. فخلي بالك وانا بحذر، وانا لست ضد أندية ولا جماهير، وانما انا بحذر من المشي وراء هذا الامل الغير مسؤول واللي بيتراجع كل يوم. يعني انت ما قدرتش تروح الاتحاد الدولي ولا قدرت تروح المحكمة الرياضية ولا قدرت تروح يمين ولا شمال، هتقدر على الاهلي؟ اوعى تفكر ده، وافتكر نافخة، هاشتاج نافخة، هاشتاج مين؟
نفخة. اوعى تفكر انك انت كانك قادر تروح الاتحاد الدولي، ولا قادر تروح المحكمة الرياضية، ولا هتقدر تروح الكاف، يبقى الاهلي بيتضرب على بطنه. لا، اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه، اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه. وانا مش عايز اقول اكتر من نفخة، لان عندي اسرار في هذا الملف مش عايزها تبوظ سرية التقاضي احتراما للي بيدوني المعلومات. ولكن عايز اقول لكم، مجرد خروج الكرنية على احد الشاشات وحديث احد المسؤولين على انه اضيف كلمة نادي القرن الحقيقي على كرنيهات احد الاندية، هذا عرض النادي لمصائب، والايام بيننا. واحفظوا كلامي. تفضل يا استاذ احمد. طبعا النادي الاهلي كل الاجراءات بياخدها بالقانون، لان القانون في صفه زي ما انا بقول، ويمكن ملف شغل الراي العام وشغل كل جماهير الكره المصريه، ولكن حق الاهلي واضح بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام. استعاده اداره النادي الاهلي دايما بمنتهى الشياكه بتاخد حقوقها، لان هو ده الحق، والحق واضح امام الجميع. لكن لفه ودوران يعني مش من سلوك ومش من اسلوب النادي الاهلي ومجلس ادارته، ولكن كل التقدير والاحترام طبعا للجميع، ولكن على الجميع احترام القانون زي ما تعودنا دايما في بلدنا الحبيبه. خليني اقول لحضرتك برضو، النادي الاهلي ليه مستحقات عند فريق ستوك سيتي الانجليزي، باقي صفقه رمضان صبحي، يمكن المبلغ المتبقى حوالي 2.5 مليون يورو، ده مبلغ مش، فيمكن فريق ستوك سيتي مؤخرا اكد لاداره النادي الاهلي ان الاموال سيتم ايداعها في حساب النادي الاهلي خلال الايام القادمه. يمكن كان حساب الاهلي مجمد ساعتها وقت قضيه شركه ميسك والكلام ده كله، وتم تاخير ارسال المبلغ، ولكن ستوك سيتي الانجليزي يؤكد ان ال 2.5 مليون يورو باقي صفقه رمضان صبحي سيتم ارسالها للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ربما 10 ايام يكونوا موجودين في حساب النادي الاهلي. استنى منكم رسائل المداخلات التليفونيه، النهارده الخميس، احنا حددنا الخميس ايام المداخلات التليفونيه. مستقر؟ هل لديك اي اخبار اخرى مستقر؟ يمكن هي دي كل اخبارنا، وفي وقت المداخلات الهاتفيه انا ممكن اعمل مداخله زي الجمهور. ما فيش مشكله، تشرفنا. خلي بالك والنبي، عشان عارف انك انت بتوفر من مرتبك عشان تشتري منفاخ، فعلى بالك شويه. خلي بالك على حمام حبيبك. مش معنى كده، مش معنى انك اهلاوي فاي حد يجي في طريقك تنفخه، لو سمحت يعني. لا 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 طبعا، على حبيبي وكل الزملكاويه حبايبنا طبعا. لا انا جبت سيره الزملكاويه، كنت عايز تضيعنا. الزملكاويه فوق دماغي يا عم. انا جبت سيره الزملكاويه، ده هو واحد بس بعيد عنك ربنا افتكره في عقله، بعيد عنك. الزملكاويه ما لهمش دعوه خالص. ربنا يهدي الجميع. ابعت لي اللي عايز يتصل يا جماعه، يبعت لي على الخاص بتاع الصفحه الشخصيه. شكرا يا استاذ احمد، يبعت لي على الخاص. شكرا جزيلا، تحت امرك. شكرا جزيلا يا ابو حميد.